وإنه لمن دواعي الاعتزاز أن تأتي هذه المناسبة، وقد أصبح يوم تحالفنا الجمهوري أقوى وأكثر التفافا حول أهدافه الوطنية الكبرى الذي ينتصر فيها شعبنا لتضحيات الأبطال من قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية ولمدننا الصامدة، وهي تخوض جولة أخرى من المعركة المصيرية ضد مشروع الإمام العنصري المستبد والعميل للنظام الإيراني.